الردات الحسينية أو ما تسمى بردات أهالي كربلاء. كل يوم الساعة 8 تنطلق الردات، شعارات ثورية تعالوا نتعرف عليها ونسأل بعض الناس عليها ونشوف تفاصيلها ونتعمق بها أكثر. جناحهم فرد هدى لحقنا جينا نرد ما نتهدى ولك هدى ولك هدى مجلسنا يبقى للشعب ولك هدى يا نواب إلا سنعنا سلاحكم يا نواب قردكم الحفرتكم يا نواب إلا سنعنا سلاحكم يا نواب قردكم الحفرتكم طالبنا نحققها وش ما تراوغ بيها نحققها وش ما تراوغ بيها نحققها طالبنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسيرة الكربلائية اليومية هي رسالة نصلها إلى كل السياسيين ونقول لهم باقين على الثبات إن شاء الله، وهذه المسيرة مستمرة. المسيرة الكربلائية هي أقوى رسالة سياسية نبعثها إلى هؤلاء الفسدة والأحزاب القاتلة التي تحكم الأراضي 17 عام، ونقول لهم باقين إن شاء الله على الثبات وإن شاء الله ثورتنا منتصرة. الكربلاء متعودين كل سنة بأن يبينون رأيهم بالردات كل سنة بمحرم، وهذا هسه حاليا نحن ثابتين عليه أثناء المظاهرات، راح نستمر نبين رأينا عن طريق العرف اللي ماشي عندنا الردات.